قامت إدارة الهندسة العسكرية بقيادة العامة بالعمل إعدام مخلفات الحرب التي تم جمعها من مخلفات من محاور القتال في مدينة بنغازي تدريب وأعطاها مجموعة من أفراد الهندسة دورة تدريبية عن كيفية إعدام المخلفات وكيفية التعامل معهن وكيفية نقلهن وكيفية إعداد للإعدام. والحمد لله اليوم نحيي كل من وقف معنا بروح العسكرية جيدة، ونحيي آمر إدارة الهندسة العسكرية معنا في الميدان من اللحظة الصباحية، ونحيي كل الأفراد والعسكريين والجنود اللي شاركونا في هذه العملية الإعدام. أقوم بعدة واجبات يومية بإمكانية الكشف عن عند التبليغ عليه عن المخخات والمصايد ونجيبه فيهن ونجمع فيهن ومن حين والآخر نقوم بإجراءات اللي هو إعدامهن كما أنتم ترون اليوم موجود. وفقكم الله وإن شاء الله ربي اللي مشمل البلاد إن شاء الله.